السلام عليكم. وصلنا إلى خوارزميات البيج ريبليسمنت، واللي هو استبدال الصفحات في الذاكرة الرئيسية، واللي مثل ما ذكرنا في المحاضرة السابقة هي الحالة التي تحصل عندما نريد إدخال فد بيج أو فريم جديد من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية، ونلاحظ بأن الذاكرة الرئيسية ممتلئة. طبعا هذا الشيء يتم استخدامه هو لمنع ما يسمى بالأوفر ألوكيشن، يعني منع التخصيص الزائد على الذاكرة الرئيسية، لأنه مثل ما ذكرنا الذاكرة الرئيسية أو الراندوم أكسس ميموري دائما تكون هي محدودة الحجم، أصغر بكثير من الذاكرة الثانوية. فبالتالي نحتاج أنه نقوم بتعديل البيج فولت سيرفيس روتين اللي ذكرناه في المحاضرات السابقة، اللي هو الروتين أو السب روتين أو الفونكشن التي نقوم باستدعائها عندما يكون لدينا بيج فولت، لكي يتضمن ما يسمى بالبيج ريبليسمنت اللي هو استبدال الصفحات. هنا أيضا راح نحتاج ما يسمى بالموديفاي أو الديرتي بيت، اللي هو بيت واحد أما 0 أو 1 يتم يعني تخصيصه لكل بيج، لكي نقلل الاوفر هيد، يعني اللي هو استبدال الصفحات بشكل كبير عندما نقوم بنقل الصفحات يعني من الذاكره الرئيسيه الى الذاكره الثانويه، بحيث انه نقوم فقط بارجاع الصفحات المعدله التي يعني ونقوم بكتابتها الى الديسك او الذاكره الثانويه مره اخرى. اذا كان هناك صفحه قمنا باستدعائها من الهارد الى الرام وعمل عليها البرنامج ولكنه لم يقوم بتعديلها، فبالتالي الديرتي بيت او الموديفاي بيت بقي صفر بالنسبه لهذه الصفحه، فعندما نحتاج انه نقوم باستبدال هذه الصفحه او اخراجها من الذاكره الرئيسيه لن نحتاج إلى كتابتها مرة أخرى إلى الذاكرة الثانوية، لأنه هي بقيت كما هي، ليس هناك أي تعديل. Page replacement completes separation between the logical and physical memory. هنا يعني عملية استبدال الصفحات هي عبارة عن عملية إكمال للفصل بين الذاكرة المنطقية والذاكرة الفيزيائية، وأيضا مثل ما ذكرنا الذاكرة المنطقية هي الذاكرة التي يشاهدها المعالج، والذاكرة الفيزيائية هي الذاكرة الحقيقية اللي موجودة، يعني سواء كانت الرام أو الديسك أو السكندري ميموري. هنا طبعا لانه الفيرتشوال ميموري دائما تكون كبيره جدا مقارنه بالفيزيكال ميموري التي يكون حجمها اصغر بكثير. هنا نلاحظ بانه مثلا اذا كان المعالج يريد استدعاء الصفحه اللي هي اسمها لود ام، فياتي الى الجدول الصفحات البيج تيبل، فيلاحظ بانه البيج رقم واحد اللي هو مكان هنا فارغ هي انفاليد، يعني غير موجوده، فبالتالي سيذهب يعني مثل ما ذكرنا سابقا يحصل عندنا عملية البيج فولت، يذهب إلى الذاكرة الثانوية يقوم باستدعاء الأم وضعها في الذاكرة الرئيسية، بعد ذلك يقوم بتعديل البيج تيبل وتحميل اللود أم إلى اللوجيكال ميموري الخاصة بهذا المستخدم وتنفيذ هذا الإعاز. ولكنه ما الذي يحصل طبعا في هذه الحالة؟ يعني امتلأ البيج تيبل. ما الذي يحصل إذا جاء المعالج مرة أخرى وقام باستدعاء فد دالة اسمها بي؟ هذه قد تكون مثل ما ذكرنا، قد تكون داتا، قد تكون كود، قد تكون اي شيء ثاني، يعني جزء من برنامج معين، هي عباره عن بيج. فجينا الى البي ولاحظنا بانه مكانها اللي هو البيج رقم واحد، ولاحظنا انه مكانها في في البيج تيبل هو انفاليد، فارغ يعني غير موجوده في الذاكره الرئيسيه. ثم قمنا يعني جينا مباشره واحتجنا انه نقوم بجلبها من الذاكره الثانويه الى الذاكره الرئيسيه، ولكنه في هذه الحاله نلاحظ بانه الذاكره الرئيسيه ممتلئه. هنا نحتاج الى البيج ريبليسمنت اللي هو استبدال الصفحات. البيج ريبليسمنت مثل ما ذكرنا هو ما نحتاجه عندما تكون الذاكره الرئيسيه ممتلئه، ولكننا نحتاج انه نجلب شيء معين من الذاكره الثانويه الى الذاكره الرئيسيه. هنا نلاحظ بانه كل شيء ممتلئ، لا نستطيع جلب البي ووضعها في مكان معين، فنحتاج انه نستبدل واحده من هذه الصفحات الموجوده اللي هي الدي او الاتش او اللود ام او جي اي اي، اي واحده من اتهن. طبعا يعني ما هو الفيكتيم بيج او الفيكتيم فريم اللي راح نستخدمها او راح نقوم باستبدالها؟ ما هي البيج او الفريم الضحيه التي سنقوم باستبدالها؟ هذا شيء يعتمد على خوارزميات الريبليسمنت. البيسك بيج ريبليسمنت اللي هو استبدال الصفحه بشكل رئيسي يتكون من الخطوات التاليه: اولا يجب ان نجد مكان هذه الصفحه المطلوبه في الديسك او الذاكره الثانويه، بعد ذلك نجد فريم فارغ في الذاكره الرئيسيه، اذا كان هناك فريم فارغ فنقوم باستخدامه، اذا لم يكن هناك فريم فارغ نستخدم خوارزميات استبدال الصفحات لكي نختار الفيكتيم فريم اللي هو الفريم الضحيه الذي سنقوم باستبداله. بعد ذلك نقوم بكتابه هذا الفيكتيم فريم الى الديسك اذا كان ديرتي، يعني اذا كان معدلا مسبقا من قبل البرنامج حاليا. بعد ذلك نقوم بجلب الصفحه المطلوبه الى مكانها الفارغ الذي تم تفريغه حديثا، نيولي فري فريم. ونقوم بتحديد جدول الصفحات وجدول يعني الفريمات. بعد ذلك تستمر العمليه ب restarting the instruction that caused the trap، يعني نقوم ب يعني اعاده تشغيل الاعاز الذي طلب هذه البيج التي لم تكن موجوده، ونسمح للمعالج باكمال التنفيذ. Now potentially two page transfers for the page fault، مما يعني هنا نلاحظ بانه سيحصل لدينا عمليتي نقل للبيجز
لكل عمليه بيج فولت، مما راح يسبب زياده الايفكتيف اكسس تايم اللي هو زمن الوصول الحقيقي، اللي هو يعني التاخير الحاصل اللي يجلب كل اعاز الى الذاكره الرئيسيه من الذاكره الثانويه. هنا هذه الخطوات يعني باختصار لعملية البيج ريبليسمنت. أولا نقوم بتحديد مكان الفريم التي نريد جلبها في الذاكرة طبعا. بعد ذلك نقوم بالسوايب أوت ذا فيكتيم بيج، نقوم بإخراج الصفحة التي اخترناها كفيكتيم من الذاكرة الرئيسية، ونقوم بعد ذلك بتعديل جدول الصفحات الخاص بها بأنه تصبح invalid، لأنه سابقا كانت هي موجودة هنا الأف كانت هي valid راح تصبح invalid. بعد ذلك نقوم بجلب الصفحة المطلوبة اللي هي ونضعها في المكان الذي فرغناه حديثا، وبعد ذلك أيضا نقوم بعملية ريسيت أو إعادة ضبط لجدول الصفحات للصفحة الجديدة، بحيث أنه هي كانت سابقا invalid والآن أصبحت valid. هنا هذه هي الديسك أو الذاكرة الثانوية اللي هو الهارد ديسك، هذا هو المين ميموري وهذا هو البيج تيبل مثل ما ذكرنا سابقا. هنا عندنا البيج اند فريم ريبليسمنت الجوريثمز، مثل ما ذكرنا خوارزميات استبدال الصفحات والفريمات هي التي تحدد ما هو الفريم الذي سنختاره كفيكتيم ونقوم باستبداله. هنا اكو عندنا ما يسمى بالبدايه بالفريم اللوكيشن الجوريثم، هي خوارزميه تخصيص الفريمات، وهذه تحدد لنا كم فريم نخصص لكل عمليه، طبعا اعتمادا على اهميه العمليه وكبرها وحجمها وغيرها من الامور الاخرى، ووتش فريمز تو ريبليس، ما هي الفريمات التي نحتاج الى استبدالها عندما تكون هناك عمليه معينه خصصنا لها مثلا 50 فريم، وكانت في لحظه من اللحظات كل ال 50 فريم موجوده في الذاكره الرئيسيه، واحتجنا انه نقوم باخراج احتجنا الفريم ال 51 مثلا. فبهذه الحاله هذه البروسيس هي كل المخصص لها هو 50 فريم، يعني لا نستطيع ان نقوم بجلب فريم اضافي بدون ان نقوم بعمليه استبدال لبعض الفريمات الموجوده. فما هو الفريم الذي سنقوم باستبداله من ضمن هذه البروسيس؟ هذا الشيء مسؤول عنه خوارزميه اسمها خوارزميه تخصيص الفريمات. الخوارزميه الاخرى اللي راح نتحدث عنها بشكل رئيسي اللي هي البيج ريبليسمنت الجوريثم، خوارزميه استبدال الصفحات. هنا نحن نحاول انه نقلل عدد البيج فولت الى الحد الادنى، سواء للوصول الاول للصفحه الواحده او لاعاده الوصول لنفس الصفحه. طبعا سنقوم بتقييم كل خوارزميه من هذه الخوارزميات، لانه هناك الكثير من الخوارزميات المقترحه لهذا الموضوع. سنقوم بتقييم كل واحده من هذه الخوارزميات بتنفيذها على مجموعه من او سلسله من الوصولات الى الذاكره اللي راح نسميها ريفرنس سترينج، اللي هو سلسله وصول الى الذاكره، يعني سلسله رجوع الى الذاكره لعدد من الصفحات، ونحسب عدد البيج فولت التي تسببها كل واحده من هذه الخوارزميات. طبعا السترينج هي راح تكون عباره عن فقط البيج نمبرز، يعني عدد ارقام الصفحات فقط وليس العنوان الكامل، لانه مثل ما ذكرنا مثلا اذا قلنا بانه الصفحه رقمها 7 هذا طبعا هو الرقم اللي احنا نتحدث عنه، ولكنه في الحقيقه هناك ادرس، يعني قد يكون 32 بت او 64 بت خاص بهذه البيج في داخل الذاكره الذي يتم ارساله من قبل المعالج الى الذاكره الرئيسيه ومن الذاكره الرئيسيه الى الذاكره الثانويه وهكذا. فهنا انا راح اتحدث فقط عن ارقام الصفحات، يعني فقط كتعبير فقط لتسهيل الحسابات وتسهيل الفهم للموضوع. Repeated access to the same page does not cause a page fault. يعني إذا كان هناك page أصلاً موجودة هي في الذاكرة الرئيسية وقمنا ب يعني الرجوع لها مرة أخرى، فهذا الشيء لن يسبب لنا page fault، لأنه هي page موجودة أصلاً في الذاكرة الرئيسية، فبالتالي سنستطيع الوصول لها مباشرة. The results depend on the number of frame available. هنا طبعاً النتائج لكل واحدة من هذه الخوارزميات تعتمد على عدد الفريمات المتوفرة في الذاكرة الرئيسية. يعني إذا كانت الذاكرة الرئيسية كبيرة وعدد الفريمات الموجودة أكبر راح تكون النتائج مختلفة عما إذا كانت الذاكرة الرئيسية صغيرة وعدد الفريمات أقل. المثال اللي راح نستخدمه أو اللي راح نشرحه لكل هذه الخوارزميات الخاصة باستبدال الصفحات راح يعتمد على الريفرنس سترينج أو سلسلة المراجع اللي تمثل أرقام الصفحات اللي موجودة في هذا المثال، اللي هي 7 0 1 2 0 3 0 إلى آخره. هذا طبعا راح نشرحه لكل واحد من الخوارزميات الثلاثة الرئيسية. وهنا نلاحظ بأنه يعني من خلال الحسابات السابقة اللي قاموا بها الكثير من الباحثين وجدوا بأنه عدد البيج فولت يتناسب يعني عكسيا مع عدد الفريمات، كلما زاد عدد الفريمات يعني كلما كبرت حجم الذاكرة الرئيسية كلما قلت عدد البيج فولتس التي تحصل لدينا. يعني إذا كان لدينا فريم واحد فقط في الذاكرة الرئيسية هنا كمعدل يصير عندنا دائما 13 بيج فولت، أما إذا زيدنا عدد الفريمات إلى 2 هنا راح يكون عندنا العدد تقريبا 7، إذا زيدنا عدد الفريمات إلى 3 هنا راح يكون عندنا كمعدل البيج فولت هو 5. وطبعا هذا الشيء يعني هو اعتمادا على حجم ذاكرة معين، يعني مواصفات معينة للسيميوليشن أو المحاكاة أو الحسابات اللي قاموا بها. أول خوارزمية من خوارزميات البيج ريبليسمنت الجوريثمز هي راح تكون الفيرست إن فيرست أوت، وهذه إن شاء الله راح أتحدث عنها في المحاضرة القادمة، فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامة.